يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الفل على حركة كلكم. يعني وإحنا بنصبح عليكم النهاردة من قلعة الفن في العالم العربي من ماسبيرو، وإحنا بنتذكر يعني هذه الطرقات اللي إحنا بنمشي فيها يوميا صباحا ومساءا، وبنتذكر الأرواح اللي كانت ماشية في هذه الطرقات، وبنقول يعني لو إحنا كنا من 30-40 سنة ماشيين في هذا الكوريدور أو هذا الطريق أو هذا السلم، ربما يعني كنت تصادفت مع أحد أهم الفنانين، مع أحد أبرز المطربين. المكان ده فيه ريحة عبد الحليم. أنا شخصيا ربما يعني حالفني الحظ إن أنا سجلت في أحد الاستوديوهات وصورت في أحد الاستوديوهات اللي كان استوديو إذاعة، وكان سجل فيه بالفعل عبد الحليم حافظ بعض الأغاني هنا في ماسبيرو اللي فيه. وعندنا كتير من الكنوز اللي ما نقدرش يعني نبتعد عنها لو إحنا بنتكلم في ماسبيرو. ماسبيرو يعني الزمن الجميل، والزمن الجميل يعني لما كانت مصر بتقول صوت العرب من القاهرة، وكان العرب فعلا يجتمعون حول هذا الأثير. والزمن الجميل ده حقبة كده ربما كانت فيها بالفعل مصر رائدة يا من، يعني مصر كانت بالفعل ليها الريادة وليها السطوة الإعلامية وليها القيادة الإعلامية على كل العالم العربي بشكل كبير. سؤالنا النهاردة ربما مرتبط بشكل ما أو بآخر بهذا الكلام. لو حضرتك أو حضرتك كنت عايش أيام الزمن الجميل ده وجالك فرصة تحضر حفلة لمطرب أو مطربة من هذا الزمن، هتختار مين؟ يا ترى هتختاري مين يا منة؟ أنا بحب محمد عبد الوهاب قوي. الله عليك، موسيقار الأجيال، حاجة يعني ما أقولكش. وبعدين برضو بحب الشعبي، يعني لما أجي أسمع رشدي يا سلام. شوفي أنت لما تقولي الشعبي بتقولي رشدي، ولما نزلنا شوية في السبعينات روحنا عدوية. بغض النظر مش هقولك وصلنا لفين دلوقتي، بس يعني شوفي زمان الشعبي كان عامل إزاي. كملي. لو أنا بحب أسمع قوي أسمهين. ولا كلمة. بس حفلات الست كانت حاجة تانية. بس أنا إلى الآن نفسي أحضر حفلة لست فيروز. يا ربنا يديها الصحة والعمر وتعمل طبعاً حفلة وأعرف أحضرها. ده كان واحد من أمنياتي من أيام الجامعة. أنا فاكرة أنه من كام سنة كده كانت قال أنه ممكن يحصل حفلة ومش عارف إيه، وكنا متحمسين جدا، وبعدين ما العالم ما العربي يستيقظ في الصباح على صوت فيروز، وفي المساء على صوت أم كلثوم. ده حقيقي. والزمن الجميل فيه أغاني كتير. يعني أنت بالنسبة لك أفضل مطرب اللي كنت عايزة تحضري له يعني تحديدا حفلة هو عبد الوهاب، كنت عايزة تسمعي له إيه؟ لا ما أقدرش أقول أفضل مطرب. ما أقدرش أقول كده. يعني أنت ما تقدرش تقول إن ده المطرب المفضل. لما تيجي تسمع أغنية فريد حرام عليك لما تقول إن أنت هتختار حد غيره. لكن برضو لو جيت سمعت محمد فوزي يا سلام يا سلام. لا هو ما تقدرش تقول ان ما حدش فيهم كان مميز، وكل واحد فيهم باغنيه بيخاطبك بشكل او باخر في وقت كده تبقى حاسس ان الاغنيه دي معموله لك. صحيح. ما اقدرش اختار ما بينهم. بس تفتكر ليه بيسموه الزمن الجميل؟ حتى الرئيس السيسي مره في مره المره كان بيقول في ايام الزمن الجميل كنا مش عارف بنعمل. فاكر كويس الكلام. ومصطلح افلام الزمن الجميل يعني اتحط كده او بقى ديفينيشن او بقى تعريف يعني للفترة. الناس اللي دايما بيبقى عندها نوستالجيا، والناس دايما بتبقى مفتقدة الحنين للماضي لأنه خلاص خلص، فاكرة كل الحاجات الحلوة فيه، والحاجات الوحشة الحمد لله رب ده من نعمة ربنا علينا أنه بيتنسي. فدايما الناس بتبقى عندها حنين للماضي عشان مش هينفع يرجع تاني. لكن الزمن الجميل ده أنت تعرف تعمله في أي وقت. أظن ما فيش أجمل من أنك تشوف حفلات العالمين وتسمع وتتفرج وتشوف الإبهار في الإخراج وتشوف طبعا. يعني كل شوية احنا بنعيد تقديم، لان مصر دايما عندها الرياده، ومصر دايما عندها القدره على انها تبقى دايما جاذبه للانظار، ودايما مصنع الفن عندنا. معاكي جدا. وفعلا العالمين اعادت الانظار واعادت الايام الجميله واعادت حتى ذكرياتنا في كل زي ما بيقولوا كده المواسم الفنيه. ومن قبلها كان اضواء المدينه، الاعلان التلفزيون بالظبط كده. يعني هو دايما كل فتره كده كان بيبقى فيها زي ما تقولي ايه حقبه فنيه كده هي المسيطره،
يعني لو بصيتي مثلا للست هتلاقيها غنت في الخمسينات بلون وغنت في الستينات بلون، ولما حصلت النكسة بدأت الحفلات بتاعت المجهود الحربي اللي سافرت فيها جابت فيها العالم. مش ممكن، مش ممكن. دروس يعني أنا مهما أحكي لكم، سفرة باريس والجاليات العربية تروح لها، سفرة لندن وكل العملة الصعبة تخش على الخزانة المصرية وما تاخدش ولا مليم ولا هي ولا فرقتها. يعني نجوم بصراحة، يعني هم فعلا يستحقوا فعلا لفظ الزمن الجميل عن جدارة. يعني لما ياخدوا وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية، هم فعلا بذلوا لده كل غالي ونفيس. يعني مش ناس بس مجرد بتغني. الزمن الجميل هو الزمن اللي انت تبقى مبسوط فيه، الزمن الجميل هو الزمن اللي انت تبقى حاسس وانت بتسمع الاغاني انها بتكلمك وبتعبر عنك، الزمن الجميل انت اللي بتعمله. لو انت عندك فرصه انك تعيش ايام الزمن الجميل، هتحضر حفله لمين؟ مين مطربك المفضل؟ ده سؤالنا النهارده في حلقتنا. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.